لجنة المتابعة العليا في زيارة تضامنية مع المرجعيات الدينية المقدسية في أعقاب التصعيد الإسرائيلي. القائمة العربية الموحدة تتحرك لمقاضاة نتنياهو عقب التحريض عليها. الرئيس الفلسطيني يؤكد فشل أي مبادرة لا تستند لقرارات الشرعية الدولية. ردا على الاعتقالات التعسفية الإسرائيلية بحق المقدسيين ومرجعيتهم الدينية في أعقاب فتح باب الرحمة الذي أغلق منذ عام 2003، اجتمع وفد من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وشخصيات دينية ووطنية مقدسية لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير. هذا الباب كان مغلقا من عام 2003 إغلاقا غير قانوني فيه تعسف من الشرطة الإسرائيلية، وأن طاقم المحامين قد أثبت زيف هذا القرار، قرار الإغلاق، إلى أن ألغي القرار بحمد الله، ونحن ثبتنا حقنا في هذا المصلى. الزيارة جاءت لتؤكد على تضامن الجماهيرية العربية مع المرجعيات الدينية المقدسية التي تعرضت مؤخرا للاعتقال والتضييق من قبل السلطات الإسرائيلية. الأيام الأخيرة في فتح الباب هناك وكل الوقفة البطولية لأبناء شعبنا استدعت أن نكون سوية هنا اليوم، وهذا جئنا لنؤكد أن شرفنا وقدرنا أن نقف هذا الموقف اليوم من أجل أن لا نسمح للاحتلال لا بالاستفراد بأهل القدس ولا الاستفراد بالأماكن المقدسة في القدس ولا الاستفراد بالمسجد الأقصى، ونحن حماته ضد أي انتهاك وضد أي اعتداء. وأكد كل من الشخصيات الدينية والسياسية على ضرورة التكافل والحفاظ على الوحدة الوطنية للتصدي لكافة الاعتداءات التي تمارس بحق الفلسطينيين، مشهد يؤكد على أن القضية الفلسطينية والأراضي المقدسة هي قضية تخص كل فلسطيني.